لأنه حدث دولي من العيار الثقيل رسخ مكانته سنة بعد أخرى كموعد سنوي عالمي لمهني القطاع الفلاحي. يحظى الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس الذي أطفأ هذه السنة شمعته 13 بتغطية إعلامية وازنة تليق بمستوى هذا الحدث الدولي البارز. ولأن الملتقى يكتسي طبعا دوليا ويعنى بقطاع حيوي يشكل العمود الفقري لاقتصاديات العديد من الأقطار، فقد توافد عليه صحفيين وإعلاميين يمثلون كما هائلا من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، منهم من سبق له الحضور إلى الملتقى ومنهم من يحضره لأول مرة. نمشي أول عام تنكوفغيو هذا ليفينمون، هو العام السادس تلاحظوا أترافيغ هذا ليفينمون تحولات ديال هذا المكون المهم للاقتصاد المغربي. لاحظنا في هذه السنين كاملة أنه الفلاحة المغربية تبدلات، كاين الابتكارات بزاف، كاين لا مودرنيزاسيون ديالها، ولاحظنا أن الفلاحين الجيل الجديد ديال الفلاحين هما الشباب اللي تهتموا بهذا القطاع. دونك هو حدث هام اللي كل عام تنغطيوه وتنحاولوا اننا في التغطيه ديالنا ان نبرزوا التحولات ديال الفلاحه المغربيه. هذه اول مره كنغطي المعرض الدولي للفلاحه، هذه فرصه تعطات ليا لانني عاد جو فيان دانتيغري زعما هذا لا ستركتور اللي انا فيها. دونك سي لا بروميير فوا اللي كنجي كنغطي واحد الحدث بهاد لونفيغور هادي فين كاين بلوزيور جو ديري بلوزيور بيرسون دو ديفيرون بور اللي فيها. دونك شنو هو اللي مزيان ليا كصحفيه انني سي اون اوبورتونيتي بالنسبه ليا انني نوي دي كونتاكت، انني نخدم تحت الضغط، نخدم وخصني جو دو ليفري في ان سيرتان ديدلاين. دونك واحد بزاف ديال لي كونترانت اللي كيخليوني انني نتحسن ونأميليوري لا براتيك ديالي جورناليستيك. ووعيا منهم بالدور الذي يطلع به الإعلام في منح الملتقى الدولي للفلاحة مزيدا من الصيت والإشعاع باعتباره يواكب آخر مستجدات القطاع الفلاحي ويسلط الضوء على قضاياه الاستراتيجية والراهنة. خصص منظمو هذا العرس الاقتصادي السنوي فضاء خاصا بالصحافة أو ما يسمى بمركز الصحافة، مع تجهيزه بحواسيب وآلات طباعة وغيرها من الآلات واللوازم التكنولوجية. فاش الصحفيين كيجيو كيشوفوا بعد التقدم ديال القطاع الفلاحي، كيتلاقاو مع المهنيين اللي ديال الفلاحه يعني، وكيواكبوا هذا القطاع هذا، وايضا كيديروا ليفالياسيون ديال لو بلون ماركوفير اللي هذا العام كيوصل في السنه العاشره ديالو. طبعا المعرض الدولي للفلاحه هو حدث بارز على اعتبار انه عنده بعد دولي بعد افريقي، وحنا كنعرفوا ان الفلاحه في المغرب كتتشكل قطاع اساسي وركيزه ديال الاقتصاد الوطني. بالنسبه ليا من حيث التغطيه الصحفيه هذه مناسبه انه نتلاقاو مع مهنيين، نتعرفوا اكثر على القطاع، على الخبايا ديالو، على الاكراهات، على الفرص اللي كاينه اللي كيتيح، وهو قيمه مضافه بالنسبه ليا كصحفي لانه كيوفر لي قاعده معطيات من خلال ديال يعني هاد اللقاءات مع المهنيين ومع المسؤولين، وكذلك مع يعني النقاشات مع الزملاء اللي كنديروا على هامش يعني التغطيه ديالنا، والنقاش اللي كنديروا الاكراهات والاحصائيات والارقام. هذا الشيء كله كيغني الرصيد ديالي كصحفي، وكذلك التجربه ديالي وتجربه الزملاء اللي كنتقاسموها كاملين. الدورة 13 للملتقى الدولي للفلاحة التي سجلت حسب الجهة المنظمة حضور أزيد من 150 صحفيا وصحفية من جميع أنحاء العالم، والذي يواصل فعالياته إلى غاية يوم الأحد 29 أبريل الجاري، أضحى كذلك موعدا سنويا قارا لتكريم الكفاءات الإعلامية الوطنية، وذلك من خلال تخصيص جائزة كبرى سنوية للصحافة الفلاحية والقروية والتي أطفأت هذه السنة شمعتها الخامسة.